أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج على طاولة الحوار. ما هو التأثير النفسي لحظر التجوال على المواطنين؟ هل هناك وسائل للتغيير الاجتماعي في سلوك المواطن، وخاصة فيما يتعلق بتحديه لقرارات خلية الأزمة؟ وما هو تأثير الأزمات الاقتصادية والاجتماعية على سلوكيات المواطن في ظل أزمة كورونا؟ هذه الأسئلة مشاهدينا وأسئلة أخرى سنناقشها مع ضيف الحلقة. رحبوا معي بالدكتور ناظم الوتار، أحد الباحثين في المجال النفسي والاجتماعي في جامعة الموصل. وسلم بك دكتور ناظم. شكرا، سعيد جدا بتواجدك معي دكتور. واليوم موضوعنا مختلف، تأثيرات النفسية اللي راح تترتب على المواطن من جراء هذه الأزمة. بداية دكتور، نتحدث عن التحديات النفسية والاجتماعية اللي تواجه المجتمع حاليا في ظل هذه الأزمة. شكرا أستاذ جاسم على الاستضافة. يعني بداية الحديث يجب أن ننطلق من حقائق أساسية ثابتة. نعم. أن كورونا هو درس بليغ للمجتمع الإنساني والمجتمع البشري. نعم. ودعوة إلى مراجعة الذات وإصلاح الذات من قبل الجميع. الحقيقة الثانية أن كورونا فاجأ العالم بقسوته وشدة تأثيره على الناس وعلى المجتمعات، وانهار الدول ومؤسسات صحية كبيرة أمام هذا التحدي من قبل هذا الفيروس. الجانب الثالث اللي هو حالة الخوف والرعب والقلق الكبير اللي حدثت بين أفراد المجتمع بشكل عام في المجتمع العالمي، وحتى عندنا في العراق وفي الموصل. هاي الأسباب مجتمعتين كان وراها مجموعة من المسببات. الجوانب الصحية يعني تم تغطيتها وصار حديث عنها كثير، وأنا أشكرك أنه فكرت تشبه موضوع الوقاية. أكيد طبعا جنابك فكرت أنه نتناول الجانب النفسي بهذا الجانب. يعني ممكن أن أشير هنا إلى تأثير الإعلام الحقيقة ووسائل التواصل الاجتماعي في إثارة القلق والخوف والرعب عند المجتمع. ويعني بهذا الجانب بالتحديد نقول أنه وسائل، بعض وسائل الإعلام أربكت عقول المواطنين، أربكتها تماما وخلتها في حالة من الدوامة والقلق. أصبح من الصعب إجراء التغيير الفكري وإعادة التنظيم الجانب المعرفي للأشخاص. طبعا وسائل التواصل الاجتماعي أيضا ساهمت بهذا الجانب من خلال معلومات في بعضها يعني غير دقيقة، من خلال فيديوهات قد يكون يعني مثلا تصوير لجثث وتصوير لعمليات دفن ونهايات سيئة للناس. فكل هذه الجوانب خلقت هذا الجانب الكبير من حالة عدم الاستقرار النفسي عند المواطنين. دكتور، خلي يعني نتسلسل بالموضوع. بداية المريض عندما يصاب أو يدخل مرحلة الاشتباه مثلا، راح يدخل الحجر. يعني نفسيا كيف يجب أن نستقبل هذا المريض حتى يعني يطلع من دوامة الشك وإلى آخره؟ احنا واجهتنا يعني مشكلة الحجر ومشكلة الحجر المنزلي والحجر الصحي. طبعا الحجر بحد ذاته هو يولد حالة من الكآبة والقلق عند المواطن، حالة من الخوف. ايضا الحجر يعني يؤدي الى حالة من عدم الاستقرار النفسي وظهور حتى بعض الاحيان بعض الاضطرابات الصحية اللي ترتبط بالجانب النفسي، وتقلل المناعة عنده. وطبعا تقلل المناعة عنده. طبعا تعامل الناس مع المحجورين موضوع خطر وكبير. يعني الحقيقة نلاحظ أنه طبيعة الـ يعني نسميها النبذ الاجتماعي أو التنمر الاجتماعي ضد المواطن اللي يصاب بهذا المرض، هو كل إنسان معرض للإصابة. ونلاحظ أنه علينا أنه اللي يقع في هذا الجانب أن نعيد تنظيم الجانب الفكري اللي خاص به. يعني الأفكار السلبية اللي موجودة عنده يجب أن نتعرف عليها ونتعرف على مصادرها، منين جت وكيف حدثت ومنو اللي سبب هذا الجانب النفسي اللي حدث عنده، وعلينا إيقافها ثم استبدالها بأفكار إيجابية. الأطباء مثلاً، أنا سألت يعني مسؤولين قسم الحجر، قالوا أن هناك أيضاً يعني طبيب نفسي موجود يعني في داخل الحجر. يعني هذا الطبيب النفسي يجب عليه أن يقدم الدعم النفسي للشخص المشتبه على أنه غير مصاب، حتى لو كان مصاب يعني أنه ممكن أنه يتعافى وإلى آخره. يعني إحنا لازم نعطي دفع معنوي. فيعني كيف نقدر نوجه هذا المريض؟ كيف نقدر نمتص زخم القلق اللي موجود عنده؟ نعم، سؤال جيد. أولاً التجربة جديدة علينا، يعني حتى على المجتمع الدولي. يعني هذا الكم الهائل من الإصابات والحالات الاشتباه كم كبير، والعالم ما كان مستعد لهذا الحدث.
ثانيا كيف يمكن أن نمتص هذا الحقيقة جانب مهم. لو نجي للحجر المنزلي وكلنا احنا كنا مع يعني موجودين في جانب الحظر وعدم الخروج كذا الى اخره، يعني هناك كثير من الاشياء ممكن يقوم بها الانسان، يعني ممكن ان يؤدي بعض التمارين الرياضيه البسيطه، يعني اذا تذكر بالمدرسه التمارين الواحد اثنين ثلاثه وكذا الى اخره، وممكن ان يشارك بها عدد من افراد الاسره الاطفال وحتى الزوجه والى اخره. ممكن انه يمارس حالة الاسترخاء وسماع القران مثلا أو الصلاة، أو يأخذ حمام دوش ويحقق له نوع من الطاقة الإيجابية. هذا في جانب الحجر المنزلي. أما في جانب الحجر الصحي الحقيقة هو دور مهم جدا للأطباء، أنه إعطاء الثقة وتعزيز الإرادة وتعزيز القدرة على مواجهة المرض لدى المريض. هذا الدعم المعنوي الحقيقة يخلي المريض يواجه المرض ويتحداه. والجانب النفسي مثل ما تفضلت في البداية جانب أساسي ومهم في التغلب على المرض، وهذا مو رأيي، يعني رأي كل الأطباء. يضاف إلى ذلك إلى جانب الصحي وجانب تعزيز أجهزة المناعة وغير ذلك من الأدوية أو العلاقة غيرها وغير ذلك. نتحدث عن الجانب الخوف والقلق من الـ من الـ من المرض بصورة عامة، يعني مو فقط المصابين، يعني هناك حتى داخل الأسرة هناك يعني البعض متخوف بشكل كبير جدا من المرض، بحيث يعني يطلع من البيت يوصي عائلته انه مثلا تعفرون البيت اكثر من مره، ثلاث اربع مرات، وصح انه هي جزء من طرق الوقايه، ولكن يعني هل هذه الطرق اللي يعني اعتبرها مثلا ازيد من اللازم، مثلا الحرص ازيد من اللازم تاثر سلبيا على طبعا هو حالة القلق والخوف والضغط النفسي والتوتر اللي موجود بالعالة حالة يعني قد تكون موجودة حتى قبل كورونا، لكن حالة الخوف الآن هي الخوف من الموت. نعم. الخوف من الموت. نعم. واللي يعزز الخوف من الموت هي النهاية المؤلمة للمريض بناء على الفيديوهات اللي تعرض فيها منصات التواصل الاجتماعي. نعم. الأخبار اليومية تطلع 1001 توفى في فلان دولة، 2001 كذا بلغ عدد كذا. نعم. هذا الرعب، يعني الخوف من الموت بحد ذاته سبب كارثة نفسية عند المواطنين، ولهذا شوف المواطن يبالغ في إجراءات الوقاية، يكون متوتر دائما، يكون عصبي، يميل إلى ممارسة بعض السلوكيات العدائية والعنف، قد يكون حتى داخل المنزل. وبالتالي الحقيقة احنا نحتاج او من خلال هذا البرنامج انه ندعي الناس وندعي المواطنين ان يقللون من حالة التوتر وتعزيز حالة الإيمان بالله، وإن شاء الله يعني مثل ما يقولون أنه الأزمة راح تعدي. نعم. إن شاء الله قريباً. أنا أتفق معك بموضوع الإعلام، يعني حتى المواطن هسه حالياً الكل ينتظرون الموقف الوبائي، يومياً ينتظرون الموقف. صح. الوبائي إذا كان الموقف يعني لا سمح الله عالي، العدد عالي مثلاً من الإصابات والوفيات، شوف هناك قلق، يعني حتى داخل الأسرة يصير قلق، والله اليوم العدد زاد. نعم. إذا كان العدد أقل تلقي الراحة النفسية شوي، يعني شوية تهدأ أنه العدد قل. يعني الإعلام له دور مثل ما تفضلت. أكيد. يعني الإعلام له دور، والحقيقة هناك يعني إذا يعني شوية أخرج عن الموضوع، هناك ماكينة قد تكون ماكينة سياسية أو ماكينة اقتصادية أو ماكينة ذات أهداف محددة تسير الإعلام في جانب معين، بحيث تخلي الموضوع يبالغ فيه ويصل إلى حد القلق والخوف الكبير. وطبعا كل إنسان يعني يفكر مثل ما ذكرت الخوف من الموت. نعم. يعني كثير من الأشخاص ما يفكر بنفسه، يفكر بعائلته وأطفاله بالناس اللي محبيه، فيشعر أنه من الصعوبة أن يفارقهم وتكون نهايته أنه هكذا. نعم. نهاية مؤلمة. نعم. وأيضا يخاف مثلا من أن يعدي لآخرين مثلا. طبعا هو حتى إذا نتكلم على جانب العدوى، ترى الجانب النفسي أيضا بعدوى. نعم. يعني الضغط النفسي اللي موجود عندك كرب أسرة ممكن أن ينتقل هذا الضغط النفسي كعدوى إلى أفراد الأسرة. نعم. يعني حالة القلق اللي موجود عندك، بغض النظر أن احنا نجي نتكلم من الجانب الأكاديمي والعلمي عن مصادر القلق وأسبابه أو أنواعه وكذلك الخوف والضغط النفسي، لكن يمكن أن تنقله، يعني ممكن أن ينقل هاي العدوى النفسية، ممكن أن تنقل، ومن تنقل هاي العدوى النفسية تحطم الأسرة بشكل كامل. نعم فعلا. يعني دكتور حتى يعني نبقى بموضوع الإعلام، يعني التركيز الإعلامي اللي صار على كبار السن أنه الكبير السن معرض للفيروس بأي لحظة، وهذا إذا ما أصيب راح يفارق. نعم. الحياة،
يعني هذا خلت حتى الأسرة قلقين على الأب مثلا أنه هو كبير بالعمر، والأب أيضا قلق على مستقبل أولاده. هذه أيضا طبعا هو يعني نتائج الدراسات أو نتائج يعني الأحداث اللي حدثت أنه الناس الكبار السن هم الأكثر تعرض للإصابة. نعم. وهذا واقع، لكن في مقابل ذلك نحن يجب أن نكون إيجابيين. نعم. أنه كثير من الكبار السن أيضا تم شفاءهم، يعني أكيد. يعني مو كل كبير سن هو توفى، لكن هناك بعض المتطوعين يعني بيعطى معلومات، وقد تكون هذه المعلومات عبارة عن خيال شخصي أو قد تكون من مصادر غير موثوقة علمية، ويعرضها في منصات التواصل الاجتماعي، والشخص اللي يقرأ هذه الأشياء يتأثر بشكل كبير ويشعر أن النهاية قريبة، ولهذا سبب تحدث هذه الحالة يعني بين الناس. دكتور، يعني أنت كمتابع وكباحث، يعني كيف تقيم تعامل الإعلام العراقي مع الحدث وما مدى تأثيرها نفسيا على المواطن؟ يعني الإعلام العراقي ككل هو يعني الإعلام يجب أن يكون عامل في التهدئة. نعم. لكن أيضا ينقل الحقيقة. هنا قدرة الإعلام وفلسفة الإعلام والجهة اللي تقود القناة مثلا الفضائية هذه أو غيرها تكون على درجة من المستوى والمسؤولية والحرص والمواطنة، بحيث أنه تخلي المواطن يجتاز المحنة بدون ما يشعر. نعم. ولهذا السبب أنه نجد أنه في بعض الأحيان بعض وسائل الإعلام أو ناس حسبوا على الإعلام في بعض الأحيان يعني أخطأوا في عملية التعامل مع هذا الموضوع، وسببوا حالة القلق الكبيرة اللي موجودة عند الناس، رغم أنه إحنا ما ننكر أنه هو المرض يعني قاسي، لكن القسوة به هو بسرعة انتشاره. يعني لو نجي نقيس حالات الوفيات في العالم بأمراض أخرى مختلفة، قد تكون النسبة على مستوى العالم أو كأرقام قد تكون النسبة والأرقام أكبر بكثير من هذه الأرقام، لكن الشيء المخيف في كورونا أنه سرعة انتشاره بشكل سريع جدا وبوسائل تكون غير محسوبة من قبل المواطن. ولهذا يحدث هذا الشيء. فالإعلام طبعا له دور كبير. يعني أما تقييم وسائل الإعلام العراقية، طبعا كل قناة لها يعني اتجاه معين في التعامل مع الحدث، لكن نأمل أنه إن شاء الله هاي التجربة تعلمنا يعني هو التأثير الإعلام يعني كبير جدا على المواطن. يعني البعض من وسائل الإعلام ما نذكر أسماء، البعض يعني يتمنى أن تكون هناك حالة حتى يركز عليها، حتى يكون له سبق صحفي بالموضوع. نعم. أو يقوم مثلا من 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 يشوف له حالة حتى ينتقد مثلا المؤسسات الصحية ويقلل من أهميتها. هذا يعني إحنا بهالمرحلة نتمنى أن ندعم المواطن وندعم الكوادر الطبية حتى نعبر هاي المرحلة. يعني أستاذ جاسم، خلال متابعة الأحداث يعني من بداية الأزمة لحد الآن، اللي لاحظته أنه كثير من وزارات الصحة على المستوى العربي والأوروبي تشكو أنه هي كانت ما مستعدة للحدث هذا. فالإعلام بدأ يركز على فشل بعض المؤسسات الصحية في التغطية. المواطن من يشوف أنه هناك فشل أو حالة من الفشل أو حالة قريبة من الفشل يخشى على نفسه أنه لو انصاب وين يروح. ولهذا يصاب بقلق. نعم. لكن لو كان العملية عكسية، أنه الآن مثلا نشوف أنه هناك مستشفيات تبنى وتعاد، أو هناك بدائل، هناك ناس متبرعين، هناك ناس خيرين يقومون بأعمال جيدة، الإنسان يطمئن على نفسه وعلى عائلته. نعم. وأنه راح يعني هذا الموضوع يكون موضوع مجرد أيام ويمر وينتهي. نعم. فهنا هي الحقيقة بيت القصيف في موضوع التعامل مع الأزمة. دكتور، لو تحدثنا عن الموصل. نعم. الموصل ظهرت بحالات والحمد لله انتهت، وظهرت حالة أخرى إن شاء الله أيضا يعني يتعافى ويطلع. ولكن الشيء اللي بالموضوع أنه الأهل إحنا بالموصل إذا ما ظهرت حالة عندنا الكل يصاب بقلق. نعم. الكل يعني يتحدث عن هذا الموضوع كأنه المحافظة كلها راح تتعرض إلى هذا الشيء. يعني شلون إحنا نقدر نمتص القلق اللي موجود عند هذا المواطن؟ والله هو بطبيعة الحال يعني الحالة أو الحالات اللي تظهر فيها المدينة. نعم. وتلك يعني قد تكون طبيعية. نعم. يعني لأنه بشر مكون من 4 ملايين، يعني مدينة من 4 ملايين أو 3 ملايين وأكثر، طبعا إلا تظهر هكذا حالات مهما كانت الأسباب. نعم. الشخص اللي تظهر عنده الحالة هو ما جاب الحالة لنفسه، يعني هو ما يريد يظهر نفسه. أكيد. نعم. فإحنا بالنسبة لنا يجب أن نتعامل معه بأخلاق، بمهنية، بأنه نتعامل معه كمواطن. أكو في المسألة يعني الحقيقة ناقشت جنابك بها قبل ما بدينا. نعم. اللي هو موضوع التنمر الإلكتروني. التنمر الإلكتروني اللي هو أنه الإساءة للأشخاص، تشهير. نعم. الإساءة للأشخاص والتشهير بهم بمجرد ظهور حالة من حالات الإصابة. نعم، التبليغ
التبليغ عن الحالات الإصابة مسألة وطنية. أكيد مهم. يعني إحنا نتصل بجهاز الأمن الوطني ما يقصرون الناس، نتصل بخلية الأزمة، السيد المحافظ، أي شخصية من الشخصيات القيادية بالمحافظة، نبلغهم إنه هناك حالة اشتباه وأن هناك شخصية معينة أو كذا إلى آخره، واجبنا، وهذا واجب حضاري حقيقة. أكيد. وما بعيب، وممكن أن يكون سري من خلال الاتصال كذا إلى آخره. لكن يعني مثلا حالة الأخ مهند لانزي مثلا أو حالات أخرى، يعني تنزل صورته، تنزل عائلته، تنزل كذا، كنا للأسف تتجاوز في الكلام، نعم، في التعليقات كذا إلى آخره. هذا الحقيقة يعني حفظ الإنسان وكرامته موضوع مهم جدا. أكيد. أنا رجل مهند ما أعرفه، يعني رجل أتشرف بمعرفته طبعا، لكن حفظ كرامة الإنسان وشخصيته هي الحقيقة مسألة أخلاقية. نعم. ولهذا أنا اللي أرجو من المواطنين في منصات التواصل الاجتماعي من يعرفون هكذا حالة خليه يبلغ، بالعكس هذا شيء إيجابي جدا وبارك الله بهم. نعم. والأجهزة الأمنية والأجهزة يعني خلية الأزمة يعني مواكبة الحدث على مدى 24 ساعة حسب معلوماتي يعني. لكن التعدي على الناس والكلام والإساءة وصور وفيديوهات إنه جاي الأسعاف على البيت وتأخذوا كذا والآخري وتبرعات بكلام وقصص مختلقة، الحقيقة هذا يعني نسميه تنمر إلكتروني ويدخل في باب التنمر الاجتماعي، وحتى التشهير مثل ما تفضلت من خلال الإساءة إلى شخصية مهند أو شخصية جاسم العثمان أو غير ذلك يعني. نعم. يعني شلون نقدر نخلي المصاب مثلا يندمج مع المجتمع مرة أخرى إذا احنا بعده مصاب ونازلين عليه بال هو هذه المشكلة يعني. غير احنا نخلي مثلا هو تعافى ورجع إن شاء الله، هو حتى إذا قبل ما يتعافى نعم. احنا أهله يعني لازم ندعمه نفسيا، لازم ندعمه نفسيا. نعم. العائلة لازم تدعم، المجتمع لازم يدعم، المؤسسة اللي يعمل بها لازم تدعمه وتقول له نحن ننتظرك، احنا نحتاجك، احنا يعني قلوبنا معك. لكن مرات يعني هناك ثقافة يعني ما نقدر نسميها عدائية لكن استفزازية يعني ممكن تكون تولدت بالمجتمع نتيجة أحداث مرت بها المدينة أو أحداث مرت بالمجتمع مالتنا، فالناس من أيضا يعني هي محقة من كثرة الخوف على نفسها وعلى عوائلها تريد تشخص الحالة. لكن يعني ذكر الأسماء والصور وكذا، يعني احنا هسه على مستوى أوروبا والعالم وحتى أمريكا ما شفنا صورة مريض بالكورونا طلعوا وحجوا عليه وتجاوزوا عليه بالكلام، إلا هناك بعض الحالات إنه بعض المرضى هو يطلع يريد يقدم رسالة للناس، يتكلم عن إصابته يقول أنا انصابت، ديروا بالكم، ترى أنتوا لا تأخذون الموضوع هزل، الموضوع جاد، انتبهوا كذا إلى آخره، شوفوني أنا كذا أمامكم نموذج، تأخذوا إجراءات وقاية. هذا شخص متبرع به بمعلومة وعلى مستوى يعني رؤساء مثل ما تفضلت وشخصيات كبيرة، فيعني هلا الله بالمواطن، المواطن اللي يصاب هو يعني ابننا وأخونا، المفروض إحنا بالنسبة لنا نساعده يعني حتى يندمج بالمجتمع يعني مرة. جانب النفسي نعم. هو الجانب اللي يقود للعلاج نعم. فكيف إن إحنا نتخلى عنه يعني نعم. يعني هذا مشكلة. دكتور تسمح لي أخذ فاصل، مشاهدي الأعزاء فاصل ومن ثم نعود إليكم مرة أخرى. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء مرة أخرى، ورحب بالدكتور ناظم الوتار، وسهلا بك دكتور ناظم مرة أخرى. نتحدث عن التأثير النفسي لحظر التجوال على المواطنين، ما مدى هذا التأثير؟ طبعا التأثير النفسي طبعا هو حظر التجوال موضوع ضروري نعم. يعني ضروري لحد ما إلى مرحلة معينة على مستوى العالم صار. نعم هو إلى مرحلة معينة يمكن التخفيف أو كذا إلى آخره حسب يعني طبيعة انتشار الوباء نعم. التأثير النفسي إنه الجانب المهم به هو الجانب الاقتصادي، يعني كثير من الناس عاطلين عن العمل أو فقدوا وظائفهم أو فقدوا أعمالهم أو يعني يعيشون بحياة الرزق اليومي مثل ما يقولون. هذا الموضوع أثر على الحضر، يعني أثر على الناس وأثر على سلوكهم داخل أسرهم يعني يعني الأب من يشوف إنه هو غير قادر أن يوفر يعني مواد غذائية أو تحدث مشاكل طبعا. ولا تنسى أنه ثقافتنا إحنا كمجتمع يعني عربي وإسلامي إنه الأب هو مسؤول عن إدارة العائلة وعن حمايتها وعن يعني توفير كل المتطلبات اللازمة. يعني يشوف نفسه إنه فشل في هذا الموضوع نتيجة إنه هو تعرض إلى الحجر المنزلي الغير إرادي وإنه قطع باب رزقه، طبعا هذا الموضوع هيأثر عليه بشكل كبير ويأثر على سلوكه وبالتالي يأثر حتى على طريقة تعامله مع الآخرين. لا ولا تنسى أيضا إنه الجيران مثلا ممكن أو الاتصالات الهاتفية والحديث عن الحادثة الفلانية وإحنا نقول بالعراق يشكو ماكو ويضاف عليها كذا وكذا إلى آخره، كل هذه العوامل تقود المواطن إنه يتأثر تأثير كبير بالحظر
لكن احنا لازم مثل ما نلاحظ الان الحظر حيصير على شكل جرعات متتاليه، لكن هذه الجرعات يجب ان يكون بها فواصل حتى المواطن يقدر يعالج وضعه، يعني حتى يقدر يتمكن من التغلب على المشاكل الاقتصاديه بالتحديد. يعني نعم، الجانب الاقتصادي جدا مهم، انه الموضوع كان فجائي، الناس غير مستعدة، غير مستعدة البعض، حتى يمكن ما عنده فلوس بالبيت، صح، ما حاسب حساب هيك يوم، صح، فيعني هذه فعلا أثرت بشكل عكسي على حياة الأسرة يعني. لكن أنا ألاحظ أنه هناك تضامن اجتماعي بالمدينة، نعم، وحتى في العراق بشكل عام تضامن إنساني واجتماعي، مؤسسات ومنظمات وشخصيات خيرين من أهالي المدينة قدروا أن يغطون هذا الجانب، يعني يغطوه بشكل كبير يعني، ويشكرون عليه، والحقيقة تجربة نموذجية يعني في التضامن الاجتماعي اللي حدثت بالمدينة. لكن بالرغم من ذلك يعني الحظر مجرد أنه انتشر أنه أنت مقيد، هذا شعور النفسي يعني يخليك تكون في جانب عدم ارتياح يعني، خلينا نقول يعني أمور كثيرة حثت، مشاكل أسرية حثت، لأن الأسرة ما متعودين الأب متواجد بالبيت دائما، ولا الأب متعود أنه يعني يجلس فترة طويلة، فترة طويلة، وضجيج الأطفال وإلى آخره، وأيضا تذمر المرأة أنه ما عنده الإمكانيات حتى يلبي طلباتهم، هذه أيضا أثرت بشكل سيء. حقيقة أستاذ جاسم أكون نظام حياتي، نظام في الحياة، أنه الرجل يعمل والمرأة تعمل في البيت. لقاء المرأة والرجل بدون سابق إنذار، حتى إن كانوا يحبوا بعض وبيناتهم عشرة ومحبة قوية جدا، المقابلة بقائهم بالمنزل في وقت واحد مع فترة زمنية طويلة يبدأ يعني يقود إلى حدوث مشاكل. هذه المشاكل إنه الرجل يحاول أن يكون سيد المنزل ويتدخل في كل شيء، والمرأة هي كان عندها في التصور معين في وضع أشياء معينة في أماكن محددة أو في أمور أخرى. الرجل ما يقدر يتحمل أن المرأة دائما تشوفه ويشوفها، يعني لفترة قد تكون يعني تثير نوع من المشاكل وإلى آخره، فينتج حالة من العنف الأسري داخل المجتمع. وإذا تلاحظ هناك كثير من الدراسات الحالية الحديثة، تقارير ظهرت أثبتت على مستوى العالم، على مستوى العالم، أن الكورونا كان سبب في ازدياد حالة العنف الأسري داخل المجتمعات. يعني تعتقد أنه إذا فتحوا جسم المحاكم وراح المدعاوي تكثر؟ والله يعني هو الناس، لا هو الناس راح ترجع رشدها يعني بعد يعني أكيد واحد راح يعتذر من الثاني، وأكيد واحد راح يشوف أنه الخطأ اللي حدث وكان خطأ غير مقصود نتيجة ضغط نفسي، والمحبة هي أساسا هي موجودة وباقية، لكن التدخل في الخصوصيات يسبب هذا الجانب، يعني تدخل أنا في خصوصياتك. ومرات العنف الأسري ما بس يكون من الرجل، يعني حتى المرأة مرات تمارس العنف الأسري يعني، بس بحالات يعني أقل، يعني ممكن إنه المرأة تكون هي المسيطرة، هي اللي تصدر القرارات، هي اللي تدير البيت، فالضحية الأطفال والضحية أكيد هي يعني على المرأة أن تتحلى بالصبر خلال هالفترة. الطرفين لازم يتحلون بالصبر طبعا، لأنه يعني بدون الصبر، لأن الكل في محنة والكل يتفهم أنه هذا الموضوع يجب أن يكون يعني انتظار لحالة زوال الأزمة هذه. يعني حتى هذه راح الأزمات الاقتصادية والاجتماعية اللي حثت حتى راح تغير من سلوكيات بعض المواطنين، لربما هو متعلم على سلوكية معينة، هذه الأزمة ممكن راح تغير حتى تأثر على سلوكيته. أكيد كلنا إحنا راح نتغير خلال التعامل مع الآخرين. أستاذ جاسم إحنا كلنا بعد هذه الأزمة، يعني دائما نجي إلى شيء في الجانب النفسي اللي هو قبل وبعد، قبل وبعد. إحنا قبل أي أزمة أو أي حادثة تمر بينا يكون سلوكنا باتجاه معين، وبعد يتغير السلوك وفقا للموقف اللي مرينا به. فأكيد راح يكون تغيير، لكن التغيير هذا راح يكون هو الأحسن لو الأسوأ. والله يعني تختلف النظرة، يعني تختلف الفلسفة، يكون نحو الأحسن من أنت تشعر أن تكون تقريب على عائلتك وتحبهم وتكونون وحدة واحدة ومتكاملين، وواحد يخاف على الثاني، ينمي هذا الشعور الإيجابي يعني مثلا. ويكون تجربة سيئة إذا كان ما قدرنا نتفاهم يعني داخل الأسرة، وظهرت قوة وسلطات تحاول تسيطر سلطة على سلطة وتدخل سلطة أو جهة بأخرى. دكتور، بعد ما انتهاء الأزمة أو يعني اختفائها إن شاء الله بالأيام المقبلة، كيف نقدر نرمم العلاقات الأسرية مرة أخرى وتعود الحياة إلى طبيعتها بين أفراد الأسرة الواحدة؟ أكيد طبعا هذا الموضوع مو صعب كثير، لكن يحتاج إلى إعادة أجواء الثقة من جديد بين أفراد الأسرة.
يحتاج إلى فتح قناة أو قنوات، مجموعة قنوات للتواصل والحوار من جديد، مناقشة الأخطاء اللي قادت إلى هذا السلوك أو إلى هذه المشاكل في جانب معين. في كثير من الأحيان نشوف أنه العائلة من تجي تناقش الأسباب لاحقا اللي قادت إلى هذا النوع من المشاكل، راح يستغربون، راح يقولون نحن ليش سوينا هالشكل وكان تصرفنا ما كان ما صحيح، لكن هم كان لازم يعرفون أنهم كانوا واقعين تحت ضغط نفسي كبير وتحت ظروف لا إرادية. ولهذا أعتقد جانب العفو والتسامح والتقبل، الطرف يتقبل الطرف الثاني، أعذار الطرف الثاني ويعذره، فهذا الحقيقة يعني أكيد يعني البداية الأولى، ومع ملاحظة أنه إذا كانت العلاقة صميمية وأساسية من البداية وإيجابية أكيد هذا الموضوع راح يمر بسلام وراح يعبر وينتهي. لكن إذا كان هناك بالأساس مشاكل سابقة طبعا هذا الموضوع راح يزيد من تفاقمها، وهنا ممكن أن يدخل الأقارب والأهل وآخرين في حالة هذه الأمور، لكن إن شاء الله يعني ما راح تأثر كثير. نعم دكتور، أيضا أعتقد يعني أنه هناك جوانب إيجابية أيضا في موضوع الحظر والبقاء في المنزل. من الجوانب الإيجابية أنه الجلوس مع أفراد العائلة، هناك يعني ممكن الكثيرين من الآباء ظروفهم ما كانت تسمح لهم أنه يجلسون مع أفراد أسرتهم في جلسة تصارح أو بجلسة يعني مثلا ويا أولاده مثلا يوصيهم شغلات أمور كثيرة. يعني مرات يمكن الأب ما كان يشاهد أولاده، يروح بالليل ويرجع بالليل، صح؟ يعني يعني هذه أيضا كانت من الإيجابيات طبعا. الجلوس مع أفراد طبعا هو كل موضوع بإيجابيات وسلبيات. موضوع التلاحم العائلي أو التواصل العائلي أو التقارب الاجتماعي بين العائلة موضوع ضروري أساساً، هو قبل هذه الأزمة يجب أن يكون أن الأب لازم ينتبه إلى أولاده، يلبي رغباتهم، يشوف حاجاتهم. الآن يعني المفروض أو اللي يفترض أنه درجة العلاقة والحب والمودة تزداد، يعني والأب يشارك الأولاد. الآن كثير الآن من الأولاد يعني يشاركون في عملية التعلم الإلكتروني بالمدارس، حتى المدارس الابتدائية بعضها يعني طبعا، يعني مشاركة الأب مع الأولاد في دروسهم، في حاجاتهم، في تطلعاتهم، يشعر بوجود الأب بشكل حقيقي. لكن احنا الإشكالية اللي دائما نتكلم عنها أنه طول الفترة الزمنية للحظر يعني تولد حالة من الملل، تولد حالة من يعني التنافر إنجاز التعبير. وهنا يعني تعتمد على حكمة رب الأسرة في التعامل مع الحدث، لأن الناس تختلف، يعني هناك فروق فردية بين الناس في عملية التعامل. يعني ممكن أن تكون هذه الأيام أيام جميلة جدا وتتذكر بخير، وممكن تكون من الأيام السيئة اللي تمر بها أنت كعائلة مع عائلتك وتحاول أنه ما تتذكرها. فهنا حكمة وفلسفة الأب ورب الأسرة في التعامل مع أسرته خلال هذه الفترة. تحدث أيضا عن قرارات خلية الأزمة، يعني صدرت عدة قرارات من خلية الأزمة، كان هناك تحدي من بعض المواطنين لهذه القرارات وتقبل من البعض الآخر. يعني كيف تقيم هذا الموضوع؟ يعني هل أيضا الجانب النفسي له دور في التحدي والتقبل؟ طبعا احنا يعني كجامعة الموصل خلينا نقول بشكل عام، والأساتذة المختصين في الجانب النفسي الاجتماعي وحتى رجال الدين طبعا لهم دور كبير في هذا الموضوع. يعني موضوع تقبل القرارات أو عدم تقبلها يعني يعتمد على نوع القرار وسبب إصداره ومدى الحاجة له. وتلاحظ أكو في الجانب آخر أنه هو جانب التنوع الثقافي الموجود في المدينة، يعني طبيعة تقبل القرار حسب البيئة اللي يعيش بها هذا الشخص. قبول القرار في بعض الأحيان يكون إيجابي من قبل البعض والآخر يقبله على مضض. ليش؟ لأنه يتعارض مع نظام حياته اليومي، يتعارض مع رزقه، يتعارض مع إلى آخره. لكن يجب أن تواكب هذه القرارات توضيحات من جهات معينة أنه سبب صدور هذا القرار هو للحماية، لا يكون القرار مثلا بنوع من الجانب القسري أو الجانب الإلزامي اللي يخلي المواطن، يعني المواطن بشكل عام طبيعتنا احنا العراقيين البعض منا أو كثير من عندنا يميل إلى تحدي السلطة مثلا، يعني نطلع ما نخاف، ايش يصير خلي يصير، الله موجود. نعم الله موجود، لكن احنا ايضا ناخذ بالاسباب، وان القرارات تصدر هي تصدر لحماية المواطن ولغرض يعني من باب الحرص عليه.
فالحقيقة عملية إصدار القرار وصياغة القرار يحتاج في بعض الأحيان إلى يعني إلى الناس اللي يعملون في هذا الجانب، الناس اللي يعني يعرفون شخصية المواطن العراقي من الناحية الاجتماعية، علماء الاجتماع أو أساتذة علم الاجتماع علم النفس، قادرين إنه يعني مثلا يكون لهم مساهمة ولو بسيطة في هذا الجانب، وإن شاء الله هذا الشيء يعني أكيد موجود. الكثيرين ظهروا في هذه الأزمة، البعض اجتهد بهذا الموضوع، يعني البعض يمكن استخف بهذا المرض، والبعض الآخر رجع المرض إلى الوازع الديني والحصانة بها وإلى آخره من الأمور. يعني هذه الأمور يعني رأيك بها يعني دكتور، يعني هل هي كانت مفيدة للمواطن أم الالتزام فقط بالجوانب الصحية والتعليمات اللي تصدر من الكوادر الصحية فقط هي هذه اللي تجنبك المرض؟ طبعا التجنب المرض يعني الجانب العلمي والأكاديمي والجانب الصحي، يعني هذا بناء على تجارب ودراسات وإلى آخره. الجانب الديني الحقيقة الدين هو يحرص على المواطن، أكيد الدين هو اللي يحمي المواطن، الدين يوجه المواطن أنه ما يضرب نفسه، صدر التعليمات من أعلى المراجع ولا ترموا أنفسكم في التهلكة. نعم. زين صحيح الله سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لكن علينا أن نأخذ بالأسباب اللي أنه إحنا ما يصيبنا ضرر. ولهذا الجانب الديني الحقيقة وجانب حماية المجتمع، وإحنا الحقيقة الجانب الديني يعني يجب أن يكون له دور كبير في 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 دعم الجانب السلوكي والنفسي والاجتماعي وتوجيه الناس وتوجيه المواطنين إلى الجانب الحقيقة الصحيح في عملية تجاوز هذه النوع من المشاكل الاجتماعية. ولكن الناس مرات يعني ما نقدر نقول عن جهل، لكن بناء على يعني عقيدة أو على بناء على أفكار سابقة أنه خليها على الله، طبعاً نحن نخليها على الله، لكنه الله سبحانه وتعالى يدعونا أن نحافظ على نفسنا وعلى أولادنا وعلى عوائلنا ونكون ناس إيجابيين. وبنفس الوقت ما نستخف بالمرض، لا طبعاً الاستخفاف بالمرض خطأ يعني. يعني وحتى هناك تجارب في تاريخ الدين الإسلامي أنه تم الاستخفاف في حالات معينة، هناك قصص يعني تاريخية. وسيدنا رسول محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن يعني الاستخفاف بهذا الجانب من المرض أو من يعني الإشكالات قد تحدث في هذا الجانب. نعم. وسائل التغيير الاجتماعي أيضا لها تأثير في سلوك المواطن؟ طبعا التغيير الاجتماعي مو سهل، يعني يعني احنا تغيير المجتمع بأكمله موضوع صعب جدا، لكن التغيير في وقت الأزمة مطلوب، التغيير في وقت الأزمة، وهذا تغيير وقتي، لأن يعني الناس بعد ما راح تنتهي الأزمة راح ترجع تمارس حياتها الطبيعية بشكل يومي كما كانت، لكن مع تحسن. يعني هناك الآن يعني مثلا العادات النظافة بعد كورونا راح تزداد، الناس راح تذكر أنه يجب أن تغسل بشكل أفضل، أن تكون تقي نفسها، تبقى هاي العادات، تبقى هاي العادات لأنه يشعر المواطن أنه فعلا هي صحيحة. لكن التغيير الثقافي والفكري يعني يحتاج إلى جهود كثيرة من ناس مختصين وناس تهتم تطوير المجتمع، لأن إحنا يعني إذا قارن نفسنا بثقافات أخرى ما نقول إحنا متأخرين، لا إحنا ثقافتنا أحسن من عندهم، لكنه مدى نطبق يعني التعليمات الخاصة اللي تتعلق يعني بالدين وتتعلق بعادات المجتمع وتقاليده، ويعني تطبيقها يعني محدود. فإحنا الحقيقة لازم إذا نريد نحدث التغيير نرجع إلى أنفسنا أولا كأشخاص وإلى عوائلنا وننطلق إلى عملية التغيير داخل المجتمع. نعم. مشاهدينا الأعزاء فاصل ومن ثم نعود إليكم مرة أخرى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد وبرنامج على طاولة الحوار. دكتور، ما هو دور جامعة الموصل في البرامج الدولية في الجانب النفسي بطريقة تواكب الجانب الصحي في موضوع كورونا؟ شكرا أستاذ جاسم على السؤال، الحقيقة جانب سؤال مهم جدا. يعني إذا جنابك تلاحظوا كل أهل الموصل يلاحظون من بداية الأزمة لحد الآن جامعة الموصل قدمت مبادرات كثيرة في الجانب العلمي والأكاديمي، والحقيقة هذا الموضوع يعني ودورها وواجبها تجاه مجتمع الموصل، لأن هي أكبر مؤسسة علمية وأكاديمية داخل المدينة، وهي بنفس الوقت يعني ممكن نقول ثلث المجتمع الموصلي هم من خريجيها ومن طلابها الحاليين. واللي يقودون الآن في المجتمع أيضا هم أيضا خريجيها، فجامعة الموصل مؤسسة يعني لا يستهان بها وكبيرة جدا. بالجانب الصحي واضح النشاط، لكن بالجانب النفسي
هناك مشروع دولي للانترناشنال ريسيرش جروب، مشروع دولي كبير يتعلق بالاهتمام بالجانب النفسي والاجتماعي والسلوك الذاتي، وبينه جزء من الرياضة يعني جانب التمرين. الجامعة الآن شريكة في برنامج تشترك به 24 دولة، 24 جامعة دولية ضمن هذه المجموعة. جامعة الموصل تمثل الشرق الأوسط الآن في هذا المجموعة العلمية البحثية. الدراسة الاستطلاعية بدأت، يعني بدأت بعد موافقة السيد رئيس الجامعة عليها الدكتور القصي الأحمدي. نعم. الحقيقة موافقة مباشرة، يعني مجرد أنه طرح الموضوع على الجامعة الرجل وافق مباشرة وترأس لجنة في داخل الجامعة تضم عدد من المختصين في الجانب العلم الاجتماع وعلوم النفسية والتربوية، ترأس لجنة شخصيا حتى يقود هذا البرنامج اللي أطلقنا عليه برمجة الخوف يعني داخل المجتمع بالنسبة لنا، لكن هو بالمجتمع الدولي يعني يأخذ هذا الجانب اللي تكلمنا عنه. الدراسة الاستطلاعية تشمل حوالي 15 لغة. أول ما بدأ الإصدار للدراسة الاستطلاعية بدأ باللغة الألمانية ثم الإنجليزية. احنا كجامعة الموصل ثالث جامعة دولية أصدرت الإصدار العربي. نعم. الإصدار العربي اللي هو الإصدار الثالث من أصل 15 لغة. يوم أمس كان عندي اتصال إيميل مع الزملاء اللي يعملون في هذا المجموعة الدولية، عرفت أنه عدد المشاركين العينة المشاركة في هذا المشروع بلغ إلى يوم أمس 10,000 مشارك على مستوى العالم. جيد. والنتائج بدأت تظهر، يعني حقيقة بدينا بعملية جمع البيانات وجمع المعلومات الإحصائية والداتا ومرحلة تحليل النتائج. طبعا هاي الدراسة الاستطلاعية الكبيرة اللي على مستوى العالم وتشارك بها جامعة الموصل كجامعة عربية وحيدة، كجامعة عربية وحيدة ضمن هذا البرنامج، الحقيقة مدعاة السرور لنا ونفتخر بها. واللي الجانب السرور انه الجهات الأجنبية هي اللي رشحت جامعة الموصل لهذه المهمة بناء على سمعتها العلمية وسمعتها الأكاديمية، فهذا الحقيقة فضل يعني من الله سبحانه. ما مدى أهمية نتائجها أو انعكاس هذه النتائج على واقع المجتمع؟ طبعاً الأهمية تخص المجتمع المحلي والمجتمع الدولي. لا. يعني إحنا نقوم بدور دولي وليس دور على المستوى المحلي. طبعاً العينة اللي تخصنا هي من مجتمعنا راح نتعامل معها في عملية بحث مستقل يعني أو دراسة مستقلة، لكن من تكون نكون إحنا جزء من المجتمع الدولي في دراسة علمية، الحقيقة هذا الجانب يعني تميز يعني مو طبيعي، يعني أنا أعتبره وإنجاز حقيقي. وأنا بصراحة يعني مسرور كثير يعني في جانب الانفتاح الدولي للجامعة في الفترة الأخيرة، يعني بوجود السيد رئيس الجامعة انفتاح كبير على الجامعات العالمية وحققنا نتائج كثير كثير مهمة يمكن تخلينا نفتخر ونتميز أكيد يعني عن غيرنا في عن بقية الجامعات الأخرى. أنت علاقاتكم واسعة مع الجامعات وتحدثت عن الجامعات الدولية. نعم. دوركم في يعني هذه الأزمة، هل يعني فاتحتم الجامعات الأخرى أو مثلا طلعتم على تجارب الجامعات الأخرى كيف يتعاملون مع المرض في بلدانهم، كيف يقدرون يقدمون مقترحات؟ نعم. أنا الحقيقة يعني من خلال متابعتي الشخصية يعني الأحداث. نعم. أنه جامعة ما أغلقت كإدارة. نعم. وكمؤسسات أكاديمية ومراكز بحثية، تمام، طلاب ما يداومون، أساتذة ما يداومون. نعم. يعني إلى بنسبة قليلة، لكن النشاط بقى مستمر. كان أنا لاحظت أن هناك اتصال مع جامعات صينية ورش عمل إلكترونية ورش عمل مع جامعات أمريكية. الحقيقة الجامعة أنا يعني قد أكون دائما أقول هذا الكلام، قد أكون أنا غير مخول بالحديث عنها كشخص يعني كتدريسي في الجامعة، لكنه انتسابي لها يخليني انه افتخر بنشاطها يعني. نعم. ايضا هل هناك ابحاث او تجارب محليه او عالميه فيما يخص دعم الجانب النفسي للمواطن في مواجهه الفيروس؟ يعني على المستوى العربي ايضا ظهرت نتائج، يعني ظهرت دراسات، يعني تعرف الناس هذا موضوع يعني مو بس احنا نهتم به. نعم. كل المجتمعات تهتم به وكل تريد يكون لها السبق. نعم. السبق العلمي يعني حتى في عملية البحث عن لقاح أو البحث عن دواء كل تتسابق دول العالم، لكن السباق صامت يعني هذا. نعم. السباق بالنسبة لنا كجامعة الموصل أنا بتقديري إحنا سبقنا الجميع
هذا البرنامج اللي حكيت لك عنه. نعم. سبقنا جميع واشتغلنا به، وأول إصدار للنسخة العربية صدر بتاريخ 3/4 يعني. نعم. بعد ما يعني استحصلنا الموافقات وبعد ما حددنا منهم الشركاء اللي راح يعملوا معنا. نعم. نعم. فهذا اللي موجود. بالنسبة لأوروبا دكتور، يعني عدد الإصابات هي كبيرة جدا في أوروبا ودول العالم. استخدموا أيضا الجانب النفسي في هذا الموضوع أم فقط كان تركيزهم على الجانب الصحي؟ والله الحقيقة أنا يعني ما مطلع كثير على موضوع التعامل النفسي، لكن كان هناك تضحيات كبيرة يعني. لكن المفاجأة أنه أوروبا مثلا أو حتى أمريكا كان هناك تأمين صحي health insurance بشكل كبير وعالي، لكن هذا النظام الصحي والتأمين الصحي فشل في مواجهة المرض. نعم. لأن المرض كان أشرس من كل استعداد إمكانياته. نعم، فوق الإمكانيات وفوق كذا، ولازم المجتمع الدولي والناس في دول العالم تعيد النظر بالواقع الصحي وتعطي رقم واحد أولوية رقم واحد قبل كل شيء مع التعليم طبعا. نعم. طبعا هو أساس نجاح أي مجتمع هو الواقع الصحي والتعليم. نعم. يعني فيعني هذا الموضوع أعتقد لفت انتباه العالم كله إلى أن بعد هذه المرحلة نعيد النظر بالنظام الصحي كلنا. نعم. لو نرجع للعراق ونتحدث عن الدعم النفسي في هذا الظرف الصعب، يعني أهم الخطوات اللي تقترحها أنت كباحث نفسي من أجل مواجهة الأزمة على مستوى العراق بصورة عامة، لأنه عندنا محافظات ظهرت بها أعراض وظهرت بها إصابات وظهرت بها وفيات، يعني كواقع عام، يعني كيف نقدر أنه ندعم المواطن نفسيا وندعم حتى كوادرنا الطبية أيضا نفسيا؟ شو أستاذ جاسم، هو الجانب الروحي مسيطر علينا إحنا. نعم. يعني جانب الديني، يعني إحنا شئنا ما بين التأثير الديني علينا كبير. نعم. بغض النظر عن حجم التأثير الديني ونوعه واتجاهه، إلا إحنا كثير من أفراد شعبنا إحنا عندنا قيم ومبادئ دينية مترسخة من عندنا من مرحلة الطفولة والابتدائية مرورا بهالأعمار هذه. الدور الأكبر لرجال الدين في عملية يعني في عملية الدعم النفسي للمواطن وتشجيعه. يجي بعده الدور الناس الأكاديميين اللي يعملون في مجال النفسي ومجال الاجتماعي، تتلاحم هذه الجهود مع بعض البعض حتى تحسن فكرة المواطن وتحسن أفكاره وتستبدل، دائما أنا أستخدم هذا الموضوع، تستبدل أفكاره السلبية بأفكار إيجابية، تستبدلها وتدعي المواطن عفوا إلى التوقف عن التفكير السلبي واستبداله بتفكير إيجابي. يعني احنا من ندعي المواطن أنه مثلا في البيت يسترخي. الاسترخاء بحد ذاته هو عملية تهدئة لأجهزة الجسم والحالة النفسية والقضاء على التوتر واستذكار الجوانب الإيجابية. قد تكون الجوانب الإيجابية جزء من المستقبل اللي راح ينتظره، فهذا شيء إيجابي يعزز التحدي عند المواطن. وممكن أنه الإنسان يذكر أيام حلوة وجميلة في حياته عاشها في السابق. نعم. ويذكرها ويقول خلي أعيش من أجل هذه الأيام الحلوة. ولهذا من نجي للمريض اللي يعني يكون في المستشفى، ما بس لازم نعطي علاج صحي وكذا إلى آخره، نعطي دعم نفسي. وهذا دور الأخوان الأطباء اللي لهم حقيقة دور كبير، وهم نجحوا يعني أطباء الموصل بالذات، يعني تحية لهم يعني وتحية للأطباء الموجودين العراقيين، كانوا بمستوى المسؤولية وقابلوا المرض بكل تحدي وبكل إرادة. لكن يجب أن يضيفوا موضوع الدعم النفسي، لأن المريض ينتظر من الطبيب إشارة حتى يطمئن، إشارة حتى يقوي مناعته النفسية والشخصية وإلى آخره. فإحنا هذه الجهود كلها تتلاحم مع بعض البعض. دكتور، أعتقد أنه إحنا في العراق ما كنا نعير للجانب النفسي أهمية في السابق، يعني والدليل يعني المواطن ما كان يلجأ للطبيب النفسي، نادرا ما يلجأ للطبيب النفسي إلا ما مثلا إذا عايش في عائلة مثلا برجوازية والأهل مثلا يخافون على أبنائهم، مثلا إذا شافوا تغيير في سلوكيته يودوا للطبيب النفسي. أما بقية المواطنين ما يعرفون شنو مهمة الطبيب النفسي أساسا. يعني هو الحقيقة الثقافة الموجودة عندنا أنه الذهاب للطبيب النفسي عيب، أو يقولون عليك مجنون يعني عشاك مثلا أو عندك مرض نفسي. لا، المراجعة الطبيب النفسي بعض الأحيان هو البحث عن وسيلة لتغيير حالة. نعم. أو لفهم جديد أو لإدراك موقف معين
أو لتعزيز حالة على حساب حالة أخرى. فالطبيب النفسي له دور يعني حقيقة داخل المجتمع، ويكون يجب أن يكون له تأثير. والناس يعني حتى موضوع المرض كورونا يعني الإصابة بمرض كورونا الناس تشوفه كأنه عيب يعني إنه أو كجنحة أو ذنب إنه اقترفوا هذا الشخص، ولا ربما ينبذ هذا الشخص يعني مع العلم إنه أي واحد بينا ممكن أن يعرض للإصابة بهذا الجانب. فيعني موضوع مراجعة الطبيب، شعور بالأعراض إنه ما تخجل رأساً تروح تراجع، يكون صدرك واسع، يتصل بيك المختار، يتصل بيك رجل أمن، يتصل بيك شخص تعال فحص، تعال تشيك، أنت تقوم بوازع ذاتي. هاي كلها أمور يعني الحقيقة يعني المواطن لازم يكون عنده حسن التصرف بها ويفهمها ويدركها ويتعلمها حتى ما يأذي نفسه ولا يأذي غيره. نعم، ولازم يكون مهيئ نفسيا لهذا الموضوع. هذا دور الإعلام الحقيقة. نعم، والدور الإعلام مسيطر عليه يعني حسب الفكرة والبرنامج اللي نقترحه، قد يكون مثل برنامجنا الحالي. لكن منصات التواصل الاجتماعي لا يمكن السيطرة عليها بشكل عام، لأنه يعني مجرد ناس تكتب أفكار أو عجبها فد جانب معين أو هو يعجبه الإثارة. يعني الناس مو كلها سوا، أكو ناس تحب تشاغب يعني تحب تستعرض عضلاتها، تستعرض إمكانياتها، تريد الناس عندها نزعة سادية يعني تريد تستمتع بأذية الآخرين أو بتعزيه يعني بتشويه أفكارهم. فهذا الموضوع يعني الحقيقة أنا دائما يعني من بديت بهذا اللقاء لحد الآن أنا أدعو الناس اللي يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي أن يكونون أكثر تفهما، أكثر إيجابية، أن يقدم النصيحة ولا يقدم التشهير. يعني النصيحة مطلوبة والتبليغ مطلوب مثل ما ذكرنا، لكن يبتعد عن التشهير ويبتعد عن اقتناص اللقطات أو المواقف أو الكلمات اللي ترهق المواطن وتأذي جانب النفسي عنده. أعتقد حتى المجتمع العربي نفس هذه التصرفات هي موجودة عنده يعني. يعني موجودة بس بنسب متفاوتة. يعني إحنا المجتمع ربما في بعض الدول أكثر من عندنا. يعني أجيب لك موجودة مثل نعم يعني موجودة قبل أيام أيضا ذكرتها. يعني في مصر حتى رفضوا أن يدفنون المصاب أو المتوفي في هذا التنمر الاجتماعي خلينا نسميه. يعني إنه مريض يصاب إنه يرفضون دفنه. وللعلم المريض كانت طبيبة. نعم يعني هذا يعني هذا اللي حدث في قرية يعني في قرية مكورة. لكن يعني مو شرط إنه القرية، لا القرية هم أيضا بها ناس مثقفين وناس يرفضون هذا الشيء، لكن تصرفات فردية. يعني أكو فد شيء بعلم النفس اسمه التيسير الاجتماعي. التيسير الاجتماعي إنه إحنا مثلا مجموعة من الناس نسوي أو نقوم بعمل خطأ، في الناس تقوم تشترك مع يعني هذا العمل، يكون نكون شركاء بينه احنا بدون ارادتنا. نعم. بعمليه اجتماعيه مثلا يقول الناس كل هذا المفروض ما يندفن هنا، 2 3 4 5 10 يقول لا ما يندفن هنا، هذا المفروض يعني يعني ما يحدث. نعم. يعني هو الحقيقه مو عمليه تيسير بحد ذاته، لكن هو عمليه السير مع اهواء الجماعه، يعني اللي هو جانب المسايره او الكونفورميتي يسمى المسايرة الآخرين في قراراتهم وفي اتجاهاتهم في الجانب الإيجابي أو السلبي، يخلي المواطن ينساق نحو يعني سلوك معين. قد يكون هذا السلوك يعني إذا لطرف معين أو قد يصل إلى موضوع الجنحة أو نعم. دكتور أنت على الصعيد الشخصي كباحث يعني لديك أفكار في إجراء البحوث المستقبلية على يعني ما ترتبت عليه من سلوكيات في ظل أزمة كورونا؟ هو يعني كدراسة إنه حتى الدراسة اللي تكلمنا عنها كجامعة الموصل بها دراسة أثناء كورونا وبعد كورونا. نعم. لازم إحنا نقارن بالجانب النفسي والسلوك الاجتماعي للمواطنين أو للناس خلال، لأن هاي الأزمات أزمات قرن يعني مو أزمات تحدث كل مرة. أكيد. فأيضا فرصة للباحثين والأكاديميين أن يستغلوا هيك نوع من الفرص العلمية للدراسة والبحث، لأن هذه يعني جائحة كورونا راح يذكرها التاريخ وتنكتب وتعتبر من تاريخ الشعوب. فكل شعب له تجربة معها، وهذه التجربة تكتب للآخرين. فأكيد يعني دراسات والبحوث العلمية موجودة وراح تستمر، وراح تكون إلى مرحلة ما بعد كورونا أيضا هناك يعني دراسات لاحقة، خلينا نقول دراسات بعدية للأزمة. نعم.
دكتور، قبل ما نختم برنامج، رسالة أخيرة توجهها لمواطني محافظة نينوى وعموم العراق بصورة عامة. شكرا أستاذ جاسم. الحقيقة أنا أحب أقول رسالة بسيطة دائما أنا أقولها لأصدقائي وزملائي من نكون في مشكلة أو في محنة. الرسالة تقول أن لكل شيء نهاية، كما بدأت ستنتهي، ستنتهي أزمة كورونا كما بدأت، لكن علينا أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى ما رح يتخلى عننا ولا رح يتخلى عن الناس، وهو اللي مسؤول عن أرزاقنا وعن حياتنا، ولكل أجل كتاب، هذا شيء مفرغ منه. ولهذا على الإنسان أن يعمل ويعيش حياته بشكل طبيعي مع وقاية نفسه من كل الأضرار اللي قد تحدث نتيجة أخطاء في جانب السلوك اليومي أو الاجتماعي أو الصحي. ولهذا احنا نتأمل إن شاء الله أنه الثقة عند كل الناس المواطنين في المدينة أو خارج المدينة أن تكون الثقة عالية وتكون عندهم إرادة لتحدي المرض مع الالتزام بالتعليمات، وخاصة موضوع الحظر يعني هو لمصلحة المواطن. يعني هذا الموضوع لا يقلق الناس، إن شاء الله يعني ينتهي في أقرب وقت ممكن إن شاء الله. دكتور ناظم، سعيدين جدا بتواجدك معي في برنامج على طاولة الحوار. مشاهدينا الأعزاء، في ختام حلقة هذا اليوم لا يسألني أتقدم بشكر جزيل دكتور ناظم الوتار الباحث في الجانب النفسي بجامعة الموصل. شكرا جزيلا. شكرا لك دكتور، ألتقيكم في حلقة أخرى، إلى اللقاء.